السلام عليكم ومرحبا بكم. في الفيديو اللي سبق حطيت لكم العجينه اليابانيه السحريه وقلت لكم راجعين نديروا مع بعض حاجه بها. اليوم راح ندير بها بريوش. لهذا البريوش راح نحتاج العجينه اليابانيه اللي درتها قبل، الكميه اللي درناها قبل بعد، كاس ماء بنص كاس فرينه. نحتاج 3 كيسان فرينه بهذا المقدار. درت في الاول راح ندير 3 كيسان، واذا الفرينه تاعي ما تشربش الماء نزيد نص كاس. مغرف خميره الخبز، مغرف كبيره. راح نحتاج نص كاس سكر، نص كاس حليب دافي، ربع كاس ماء دافي، مغرف صغيره ملح، ونحتاج 5 مغارف زبده دايبه او 70 غرام، كما نحتاج بيضه واحده. اول حاجه نبدا نديرها نلوح المقادير كامل مع بعض. ندير مقدار الفرينه ونزيد له الملح، الملح على حسب الذوق. انا راح ندير مغرف صغيره. وهنا قبل المقدار تاع الخميره راح ندير فيه شويه سكر، مغرف صغيره سكر، ونزيد لها ربع كاس ماء دافي ونخليها تتفاعل. نخليها على جنب. هنا السكر اللي بقى نلوحو، نزيد مقدار تاع الزبده، نزيد 5 مغارف كبار، 5 ملاعق اكل بالجرام 70 غرام، نص كاس حليب دافي، ونلوح مقدار تاع العجينه السحريه اليابانيه. هاد لاباط هادي اذا راح ديري الكميه تاع البريوش ولا بيزا ولا مقدار اكبر من هذا، راح تدوبلي المقادير حتى هاد العجينه اليابانيه تضاعفي المقادير. انا درت بكاس ماء ونص كاس فرينه، اذا دوبليتيهم ديري زوج كيسان ماء بكاس فرينه. نزيد البيضة، هكا من بعد ندي أنا العجين تاعي نعجنو في العجانة. كيما تقدري تعجنيه بيدك نورمال، ماشي عجنيه مليح. إذا لقيتو طري بزاف ولا سائل نزيد له المقدار هذا تاع الفرينه اللي خليته نص كاس. اذا جا قد حنا لازم تحصلوا على عجين يكون طري ورطب، يتلاصق شويه بصح ما يجيش يتلاصق بزاف. نرجع لكم بعد ما نعجنوا مليح لاباط تاعنا. شوفي كيفاش تجي باط هايله، تجي طريه تلاصق شويه بصح ماهوش بزاف وتجي رطبه. نحطوها تتخمر حتى يضاعف حجمها ونرجع لكم. هنا العجين تاعي تخمر، انا بعد اللي فات تقريبا 20 دقيقه بصح انا درت له الماء سخون تحتو باش يزرب لي. اللي مش مزروبه تخليه يتخمر بلا ما دير له الماء بصح يبقى تقريبا ساعه ونص. واش ندير له هنا؟ نخرج منه الهواء. ها
نشكلو. كيما هاك وراكم وجدت البلا اللي راح يدخل الفور، درتو دهنتو بالزبده كيما تقدر تدهنيه بالزيت. ومن بعد نشكلو البريوش تاعنا. شكله شكل بيضاوي كيما هك، ونحطه هنا. ونحطهم هكا قدام بعضهم، متلاصقين مع بعضهم. هكا بالطريقة هذه سهلة طول. هكا حتى نكمل الكمية كاملة. شكلت البريوش تاعي كامل، دوك نخليه يزيد يتخمر مرة ثانية. وفي هذا الوقت نسخن الفور تاعي على درجة حرارة 180 درجة، ونرجع لكم بعد ما يتخمر. بعد ما زاد تخمر البريوش تاعي دركا راح ندهنو بالبيض. هنا عندي بيضة كاملة حليتها، خلطتها في شوية سكر فاني كما تقدري تديري فيها مغرف حليب وقطرات من الخل. ومن بعد نحطه في الفور يطيب ونعتولكم واجد. بعد لي فات 20 دقيقة طاب البريوش، دوك نورمالمون خليه يبرد مليح ومن بعد نقصو. أنا قصيت منو طاب ديجا باش نعتولكم كيفاه يجي. شوفي كيف يجي، يجي عالي، يجي كي القطن. ها تلض عليه يعاود يطلع وحده. ان شاء الله تعجبكم هاد لاباط ماجيك هادي جابونيز، وتسييو هاد البريوش وتسييو مام هاد لاباط، مليحه بزاف للعجائن كامل. قلت لك مام للكسرات تقدري ديريها فيها. ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا.